بجد مش قصدي والله مش بغرور والله بس مفيش حد عامل ألبوم زي ده ولا في مصر ولا في الشرق الأوسط ولا بره فاهم يعني حتى دريك فاهم منزل ألبوم وحش فاهم انت فاهم منزل يعني فاهم وحش قوي سمعته كله تحت ايدي زي الماوس دكتور بس عصبي زي هاوس باخد فدية بس مش بتفاوض عايزة تاخد باسورد كلاود الفترة اللي فاتت كنا شغالين على ألبوم جديد هو احنا عملناه مرتين احنا تاني اول رمضان كده كلنا في بيتروت بنشتغل على الالبوم عارف ان انا بنيت بيت وبعدين هديته في نصه وبنيته تاني فاهم عشان يطلع احسن يعني فاهم الالبوم اسمه راس شيطان اول البوم لوجو اتغير فيه بقت 2 اكس وفي اسنان جزه كده وهو انك تهزم شيطانك من الاخر يعني فاهم يعني دلوقتي مع شركه جديده اسمها بيتروت اللونش بتاع الالبوم والفيديو والحاجات دي كلها هي هتتكلم لوحدها المكسيك كلهم في الكليب فاهم وردين على اي حد فاهم وجه لنا كلام فاهم بشوت فاهم الوجبة اصلا قاعدين فاهم بناكل اخصامنا تعتبر بالنسبه لي اكتر فتره فنيا مرتاح فيها يعني اللي هو وبتحس اللي هو تطلع جبل لوحدك لا تطلع جبل بتاع فاحنا 30 واحد بنطلع الجبل مع بعض ضرب نور تمام هيتقل منك وانت مش هتشيلك